بيفت مع شذا ودكتور روان. بسم الله الرحمن الرحيم، رحب فيكم مستمعين الكرام من جديد في بيفت في رمضان. اليوم حنحكي على بذور الشيا وما هي فوائدها. طبعا معانا الدكتورة الجميلة المتألقة دكتورة روان بنصيحة جديدة نستفيد منها أيضا. يعني رمضان الآن قرب على النهاية، فاضل أيام قليلة وينتهي رمضان، وإنتوا على خير إن شاء الله، ويجعلها إن شاء الله تكون رمضان عدى بشكل جميل. طبعا معانا الدكتورة روان طواشي أخصائية التغذية. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي شذا، وإن شاء الله ينعاد على الجميع بألف صحة وسلامة. طبعا في عنا يعني خلطة كتير رائعة وبذور جدا رائعة، هي بذور الشيا. يعني غنية جدا، مصدر ممتاز جدا للأوميغا 3 والبروتين وحتى الكالسيوم. من يعني سهولة تحضيرها، فينا نحطها نضيفها للسلطة، فينا نضيفها على الشوربة، حتى فينا نحطها على الزبادي. طعمتها رائعة، ما إلى أي يعني ما إلى أي طعمة غريبة أو مثلا غير مستساغة، طعمتها رائعة. حتى في طريقة بسيطة لعمل مثل بودينج، نعمل نحط البذور الشيا بقلب الزبادي ونتركها بالثلاجة ليوم كامل، حتعملنا مثل بودينج.